قبل الحراك السياسي اللي حصل في العالم العربي كان معظم هجرات العالم العربي هي هجرة اقتصادية، يعني رايح يشتغل وفي الغالب بيرجع، يعني ده النمط اللي كان سائد. الآن المجتمعات العربية كلها بعد وجود هذه الثورات الربيع العربي وعدم وجود ضوابط وعقليات حكيمة بكل معنى الكلمة، نحن لا نتحدث عن الكل ولا نعمم، أنا بعتقد أن المواطن العربي يعني مرغما أخاك أو مكرها عفوا أخاك لا بطل سوف يبحث عن جواز سفر بديل. الهجرة تحولت يعني من وسيلة لعلاج مشاكل عادة اقتصادية لغاية لرغبة في الهجرة الدائمة والإقامة في الخارج، لأنه الناس حصل لها خلال الفترة اللي فاتت حصل لها نوع من الإحباط الشديد، الموديل اللي كانوا بيحلموا به لم يتحقق على أرض الواقع. العدالة الاجتماعية تبقى السبب الرئيس في ذلك، وعدم وجود الأمن الاجتماعي يبقى السبب الرئيس في ذلك. كما قلت لك يعني هي تتخذ أوجه متعددة، الطائفية، الاحتلال، الغزو، الثورة، لكن هي كلها أصلا قامت على فكرة انعدام العدالة الاجتماعية، وهذه هي النتائج. أنا قبل ثورة 25 يناير عمري لا فكرت في هجرة ولا فكرت في فكرة جواز سفر بديل. حصلت ثورة 25 يناير، شاركت فيها بشكل إيجابي جدا، نزلت يوم 28، اتصبت، فقدت عيني، دخلت المستشفى، خرجت يوم 22 فبراير. بعدها خدت فترة علاج طويلة جدا لغاية ما أهلي حاولوا أنهم يتدخلوا في فكرة أني أتعالج على نفقة الدولة، والدولة قالت لك هنعمل صندوق لمصاب الثورة وإلى آخره، ولقينا حبال الموضوع ده طويل. فبعد كده أمي والدتي أخذتني وسافرنا، ودي كانت أول مرة في حياتي أن أنا أصلاً أسافر دولة أوروبية. بعد كده قعدت فترة طويلة بقى شاركت بقى في أحداث سياسية وإلى آخره، خلتني ان انا دلوقتي ما بقتش حاسس ان انا موجود في وطني اللي انا كنت بحلم بيه واللي انا نزلت عشانه، وان انا نزلت عشان احقق حاجات كتير فيه ترجع لي في النهايه ان انا اكون انسان بجد. فكره ان انا انسان، انا في بلدي مش عايش كاني انسان. أنا بغني راب من 2007، أعرف حاجات كتير جدا عن الراب، عملت حفلات، عملت يعني عملت أغاني كتير ضد النظام، وناشت قضايا كتير جدا. أنا كرابر ما بقدرش أعمل حفلة دلوقتي عشان بيبقى فيه تراك سياسة إدارة المكان مش عايزاني أغني. غلط اللي قال بلد شهادات صحيح، لا دي بلد رجال أعمال. إحساس غريب بالاستكانة، نفس المهانة، وضع الإدانة، ولسه برضو مبررات. بدد مواردك، صدر في غازك، قوف عدوك، ويقولوا في معاهدات. ورست وخلد، احكم بحديد ونار، من الطبيعي شعبك هيسكت. 25 يناير أنا ركبت تاكسي من ميدان مصطفى محمود، سواق التاكسي قرر أنه يسلمنا لأقرب كمين بناء على شعرنا، على شكلنا. راح للكمين وقال له يا فندم الناس دي راحوا مظاهرات. فأنا تعرضت لحالة من حالات التمييز، أولا عشان شكلي، ثانيا عشان وعي الراجل ده. الراجل ده كان فاكر أنه بيقدم خدمة وطنية عظيمة للبلد وهياخد في الآخر نشان زي رأفت الهجان ورفعة الشوال يعني، ولا جمعة الشوال.
بعد ما سواق التاكسي سلمني للكمين طبعا دخلت المدرعة، تم التعدي عليا بكل الأشكال جسديا ولفظيا وكل حاجة. قعدت 6 شهور في المعتقل في سجن وادي النطرون، قابلت جنائيين تكفيريين جهاديين. في الآخر بعد 6 شهور طوال جدا من المعاناة ومن التعذيب ومن الاعتداء ومن كل أنواع المهانة يعني، نزلت قدام قاضي والقاضي حكم ببراءتي أنا و 59 واحد كنا في القضية. كسرة القمع اللي بيتم علينا ده بيخلينا نفقد جزء كبير من إحساسنا بالوطن. مسألة حب الوطن العاطفية ونعيش لبلدي ونموت لبلدي يعني أصبحت مش بالشكل السافر الواضح بتاع الستينات. أنا أؤمن تماماً إن الحدود تراب، وإن الكلام اللي إن البني آدم مش محتاج وثيقة أو ورقة مكتوب عليها بياناته عشان يثبت انتمائه للدولة دي. فيمكن اللي تغير هو مفهوم الوطن أكتر من يعني تغير الناس. الناس ما تغيرتش، لكن ميكانيزمات حب الوطن والارتباط بيه تغيرت. أول زيارة ليا لكندا كانت في 2011 بعد الثورة على طول. فأنا جيت كندا كممثل للشركة اللي أنا بشتغل فيها. كان أسبوع لطيف، كان أسبوع لطيف، بس وقتها ما كنتش ندمانة يعني إن أنا بضيع فرصة كندا يعني، فاهمة؟ كانت الثورة لسه قايمة وكنا كلنا حاسين بإنه لأ مصر وبتاع وكده، فما كنتش حاسه ان انا بضيع مني فرصه كبيره جدا. انا كنت حاسه كمان ان كندا هي اللي خسرانه يعني. وبس، ورجعت على مصر، وبعدها بسنين قليله جدا جيت على كندا تاني. انا من يوم 25 يناير في الميدان، فاكره اليوم كويس جدا جدا جدا، لان انا كان يوم ثلاث وطبعا كان اجازه من الشغل، بس للاسف احنا كنا قاعدين احنا شويه العيال قاعدين بنحلم، وفي ناس تانية بتعمل تخطيطات تانية خالص احنا مش عارفين عنها حاجه، وما كناش مدركين ابعادها الحقيقه وقتها. المهم، اجلت موضوع السفر ده خالص. انا فاكره كويس يوم التنحي، كلمت بابا من الميدان، وسألني هتمشي؟ قلت له لا خلاص. وفعلا فضلنا قاعدين وبنحاول، بس في لحظة وأنا كان عندي جوايا أنا الإحساس إن هو إحنا هيجنا الدنيا وقومناها وبعدين بنخلع. لو بصينا من منظور إحصائي، يعني هل الحراك اللي حصل ده، الحراك السياسي ده، أثر على تيارات الهجرة؟ أثر على تيارات الهجرة. بعد سنتين بالتحديد من يعني الطفرة الأولى أو الخطوة الأولى في الحراك السياسي في يناير 2011، وتحديدا يمكن في فترة 2013، هنلاقي أنه عندنا تقريبا حوالي 23 مليون عربي بيعيشوا في بلدان تانية غير البلدان الأصلية بتاعتهم، ودول بنعتبرهم مهاجرين دوليين. طبيعة الحال أعداد المهاجرين
بعد قيام ثورات الربيع العربي زادت بشكل كبير، لأن النظام السياسي الذي عقب قيام الثورات الربيع العربي لم تولد معه بعد عقلية استيعاب ما جرى. ولذلك أنا معي إحصائية هي حقيقة تبين لنا عدد المهاجرين من وإلى بلدان المشرق العربي من عام 2000 إلى عام 2013. سوف تجد بلد مثل مصر كان عدد المهاجرين منه في عام 2000 2,300,000 إنسان، في عام 2013 هذا تماما بعد عامين من قيام ثورة مصر 3,465,000. كذلك الأمر في العراق، سوف تجد من عام 2000 إلى 2001 أن هناك 1,154,000 نسمة. من عام 2013 لعام 2014 سوف تجد 2,321,000 نسمة. نحن نتحدث يعني عن أعداد هائلة كارثية، وهذا الأمر كله يهدف إلى تفريغ المجتمعات العربية من شبابها. أنا لما فكرت أسيب مصر جيت في جورجيا في نص 2011. أنا بحب مصر جدا، بس جه في آخر أيامي حاجات كتير اتغيرت. كان عندي شركة وشغال كويس الحمد لله، كنت مركب كاميرات مراقبة وأجهزة سيستم مراقبة كبير جدا. أنا كنت بعمل شغل كله ثلاثة أربع شغل كان مع الحكومة وأقسام البوليس، خسرت فيها فلوس كتير جدا، وكل ما اروح اتكلم واشتكي يقولوا لي لا ما ينفعش، الحاجات اتكسرت، الحاجات بعد الثوره دغدغت، ما بعرفش اخد فلوسي. زهقت جدا وفكرت ان انا اسافر اغير جنسيتي خالص. لو عرفت ان انا كنت اقطع الباسبور دوت واخد باسبور جديد كنت هعملها. انا موجود هنا بمثل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه علشان خاطر خدمه الرعية أو الشعب القبطي الأرثوذكسي اللي موجود هنا ومقيم هنا. دولة جورجيا هي مساحتها بتعادل 60% من مساحة مصر. المصريين اللي جم هنا هو مش مسيحيين بس، كانوا مسيحيين ومسلمين بس الأغلبية كانت مسيحية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هم جم هنا نتيجة الظروف اللي حصلت في البلد مع بداية ثورة 25 يناير. قبل 25 يناير كان في بعض الناس موجودة هنا بس عدد محدود جدا، لكن بعد كده مع سنة 2013 المصريين فقط تعدوا 85,000، غير سوريا وغير العراق وغير الدول العربية التانية. طبعا بعد اللي حصل أو بعد ثورات الربيع العربي أو بعد الحراك السياسي اللي حصل في العالم العربي، وطبعا يمكن احنا ناسيين انه العراق بتستنزف موارده البشرية من الغزو الأمريكي للعراق من سنة 2003 لغاية دلوقتي، بس احنا يعني بيقولوا المآسي تنسي بعضها بعضا. يعني يوم من الأيام أريد أجيب بضاعة من بغداد، رحت بنتي معايا، فبين بين بغداد وبين الفلوجة اللي هي 55 كيلو، 8 حواجز بيها، فالحاجز اللي هو حاجز يسمونه حاجز الغزالية اللي هو أبشع حاجز موجود. قال أتنزل من السيارة؟ قلت له أوكي أنزل من السيارة بس أنزل بنتي. قال لي أنت خايف على بنتك؟ ضربها بكف اللي هو راجدي. تخايف على بنتك؟ رجع ضربها بكف ومسكها من هون بس بشدة، تصرخ البنت تصرخ،
اسكت يعني غلط شتائم كلام بذيء جدا ضربني بكف النوب بعد ما تحملت ثاني مديت ايدي هم ضربت فهو يمد ايده انا مديت ايدي تكوم علي عندهم عصي هاي الكهربائيه كسروا الضوء عندي اربعه كتفي خلع وضربت بهاي الجهه هنا انا قررت انسى شيء اسمه العراق انسى شيء اسمه وطن قررت ان مكان ما ادور على بلد استقر بي وامارس حياتي بي قمت ادور على بلد وجنسيه اللي هي تخليني انسى شيء اسمي اني عراقي انسى جنسيتي الاصليه لان هواي من الامور هواي من الناس اللي يتكلمون بمبدا اني ما اتخلى عن جنسيتي اني ما اتخلى عن جنسيتي بس اسال الظرف اللي يخليك تتخلى عن جنسيتك شنو بعد الربيع العربي بالضبط بسبب تغيير الانظمه أصبح الوطن العربي كلها الناس بدأت تهاجر من هذا لأنه بدأت مشاكل ما خص الطائفية والعرقية وعلى هالأساس هذا بدأ الوطن العربي طارد لأولاده القرار اللي اجى انني انتقل من العراق الى جورجيا بعد تفكير طويل انه يكون القرار دائم يعني بلا رجعه للعراق لانه بعد تغيير الانظمه الموجوده ما ممكن تقدر ترجع تعيش وتكمل حياتك او تكمل شغلك داخل العراق صراحه شعوري انه اني املك الجنسيتين العراقيه والجورجيه شعور جدا عادي لانه هنا بالبلد ماكو مضايقات انه او ماكو مضايقات مثل ما موجوده بالعراق انه انت من طائفه او انت من عرق او انت من اي جنس اخر او اي ديانه ما حد يتحدث بهذا الموضوع نحن نجد انه العراق لا شك انه الاحتلال الامريكي للعراق ووجود الطائفيه الصامته في العراق او الطائفيه المقنعه هي التي دفعت العراقيين خاصه المسيحيين والاكراد والازيديين في سوريا أيضا الطائفية وانعدام العدالة الاجتماعية وفي مصر كذلك انعدام العدالة الاجتماعية بمعنى أصح كل هذه الدول العربية تنطبق عليها فكرة واحدة فقدان العدالة الاجتماعية لكن بوجوه مختلفة قبل الأحداث قبل الثورة يعني قاعدة كنت ببلدي في أمان في اطمئنان يعني بس يعني كان وضعي المادي أنا كتير مرتاح بس بعد الأحداث بصراحة لا هلأ أنا طلعت من سوريا لأني ما عاد لي محل بسوريا بيتي راح يعني وضعي محل ما كنت ساكنة يعني كل شيء تدمر خراب دمار حصار يعني حرمان يعني نكون قاعدين آمنين ببيتنا ما نلاقي غير الصوت القذيفة وتكسروا الأبواب وتهدموا الشبابيك وتهدمت البيوت ونلاقي القتلى بالشوارع في الصبح نطلع نلاقي العالم مقتولين ملحوشين بالشارع يعني جنب الحاويات وهيك يعني هلا أنا كنت بالآبون وكنت حامل بابني الصغير كان لي 7 شهور حامل فتحاصرنا بمنطقة الآبون من الطرفين وما عرفنا يعني شو اللي صار انا كمان يعني تعرضت انه انقتل يعني اكثر من مره انا وبالشارع يعني بكون ماشي بالشارع بامان الله ما بلاقي الواحد يعني انه وقع ومات يعني فلذلك انا قررت اطلع من سوريا انا وزوجتي وابني عن طريق معبر جرابلس الحدودي مع تركيا طلعت لتركيا أنا فتت على تركيا بطريقة غير شرعية تهريب يعني وهذا الشيء أنا ما بنساه بحياتي ولا رح أنساه والمطر كابسة والقذائف على اليمين وعلى الشمال عم تنزل ونحن طالعين كنا بأول الكرنك ووقت منا قوصوا علينا بدوشكا
بتعرضوا لنا جماعات مسلحة، بس ما بعرف يعني مين هن بالضبط، وما حدا عرف يعني. أخذوا 5 شباب من الكرنك اللي كان نحن طالعين فيه، وهدول يعني عدمون إعدام ميداني. صار الناس تدور على أي بلد ممكن يصحى الصبح ما يسمع صوت متفجرات، يصحى الصبح يطلع من البيت يعرف حاله رح يرجع على البيت. لما فكرت أطلع من سوريا كانت الجميع أغلب الدول مشترطة فيزا للسوري، فصرت أبحث على دول ما محتاجة فيزا لكوني أنا حامل جواز سوري. جيت على جورجيا وسبحان الله قدر أنه لبنتي أنه تولد بهالبلد، أنه تولد بجورجيا. وسجلت بوزارة الهجرة، مجرد ما سجلت بوزارة الهجرة أنا مقيم بإقامة بتحق لي أشتغل اللي بدي إياه، أمارس أي عمل بدون ما أخاف من سيارة بوليس وقفت جنبي، بدون ما أخاف من أي حدا قال لي أنت سوري جوازك ما عاد يأهلك أنك تتمتع بتنقل المريح بين الدول العربية. بالمفروض يكون العكس، هالأزمة السورية رسالت لكل الدول تحط موضوع الفيز أنه يتفضل أي حدا سوري يجي، بس هذا الشيء خلق كتير يعني ثقل كبير على المواطن السوري يلي خلاه يدور على شيء بديل. أصبح العالم العربي لا يتقبل العالم العربي، يعني أصبح المواطن العربي في أصبحت النظم السياسية في العالم العربي لا تتقبل بعضها البعض، لدرجة أنه جواز السفر بتاعي لا يسمح لي أن أنا أسافر داخل لدولة عربية أخرى، يعني شيء طبعا مهين. معاناة السوريين من بعد الثورة واحدة، يعني معاناة السوريين أول شغلة صفي السوري بلا وطن. إذا الدول العربية حسب المنطقة التلفاز وحسب الصحفيين وغيرها اللي يتكلمون بالدول العربية ما محترمة بعضها، ما محترمين جواز سفر العربي، مين راح يحترمني أنا بجورجيا؟ مين راح يحترمني أنا بفرنسا؟ مين راح يحترمني أنا بأي بلد أوروبي؟ بأي بلد أوروبي مين راح يحترمني؟ رحلة البحث عن جواز سفر بديل بتبدأ إنك تقدم على فيزا، وعشان تخلص من الباسبور المصري لازم تقدم بالباسبور المصري، فهي حرقة مفرغة كده، أنت عايز تخلص من الباسبور المصري، وعشان تخلص من الباسبور المصري لازم تقدم بالباسبور المصري اللي في الغالب هيترفض عشان هو باسبور مصري، فزي ما بقول هي حلقة مفرغة عشان تبحث عن وطن جديد وتخلص من باسبورك القديم أو باسبورك المصري، فأنت مضطر تعتمد عليه في الأول وفي الآخر. جواز السفر مفروض الفكرة بتاعته الأساسية أنه يجيز لك السفر لبلد تانية، فإذا فقد هذه الخاصية الرئيسية ولم يجز لك السفر لبلد تانية يبقى إيه لازمته؟ جواز السفر صادر من العديد من البلدان العربية محدود، لا يسمح بالتنقل، لا يسمح أن أنا أسافر أروح بلد تانية. جواز السفر العراقي هو جواز حالة حال أي جواز بالعالم، حالة حال جواز الألماني ولا الأسترالي ولا الإسباني ولا الفرنسي، ما يفرق جواز سفر بجواز سفر، هذا بلد وهذا بلد، بس السبب الحكومات. السبب الحكومات، الحكومة هي اللي تقيم الشعب، الحكومة هي اللي تقيم الشعب. إذا كانت الحكومة قدام بلدان العالم هي مقيمة نفسها، مقيمة نفسها وبمركزها، أنا جوازي راح يصير حالة حال الألماني، أنا جوازي راح يصير حالة حال الفرنسي. في الأول خالص أنا ما كنتش بفكر خالص في الهجرة أو أن أنا أخرج من مصر، أنا ما كنتش متخيلة فكرة أن أنا أعيش برا بلد، برا البلد اللي أنا بحبها. الحقيقة أنا بحب مصر، أنا بحب مصر جداً،
بس النهارده بعد اللي حصل بعد الثوره وبعد كذا حادثه حصلت كان فيها الاشخاص بيقفوا قدام المحكمه وجنسيتهم التانية هي اللي بتنجيهم، انا ابتديت افكر لا الباسبور مهم. انا بالباسبور الكندي قيمتي كانسان اكبر. الباسبور المصري بيقلل من قيمتي كانسان. هما وصلوا الموضوع للدرجه دي. لما انت ما يبقالكيش كرامه بره بلدك، لما انت لما تقعي في مشكله بلدك ما تحاولش تدافع عنك او جوه بلدك انت مالكيش كرامه، فبره هيبقى لك كرامه؟ لا، فوجود جواز سفر تاني بيحسس الناس كتير قوي انه لا انا عندي جنسيه تانيه، عندي مكان تاني اقدر ان انا امارس فيه حقوقي بشكل اكبر، امارس فيه اخد فيه حقوق بشكل اكتر، امارس فيه واجباتي بشكل اكتر، بشكل افضل، بشكل يحسسني نفسيا ان انا مرتاح في البلد ده. الفكره فكره مش ان انا شايله باسبور عشان اسافر بيه او اتمنظر بيه واقول اه انا معايا باسبور كندي. الباسبور هو وسيله، وسيله علشان خاطر نسافر بيها ونتحرك في بلاد غريبه، وسيله علشان انت عايشه في البلد دي بتشتغلي فيها وبتدفعي ضرائب ومن حقك ان حكومتها تاخد بالها منك وتحافظ عليكي. قررت اني سافر من هالبلد، اني اشوف لي بلد اوروبي انه تحترمني، يعني تحترم حقوقي يعني كانسان. فلذلك رحت على السفاره او ما رحت على السفاره الفرنسيه، يعني رحت بس هيك انه بس بدي اخذ موعد منكم، يعني موعد مقابله، يعني مجرد مقابله ما اعطوني، يعني حتى مجرد مقابله ما اعطوني اياها. يعني بالباسبور المصري ها قبل ما اخش من على على, على باب السفاره البواب نفسه قال لي انت مرفوض ما تخشش وتتعب نفسك بالباسبور المصري. اما الجورجي بيخش على طول على السفاره جوه وبيقدم، كتير بياخدوها. يعني انا تخيلت في يوم ان انا يبقى معايا الباسبور الجورجي كده اجي اخش مصر من غير تاشيره خالص ومعايا باسبور جورجي. يعني ممكن ناس كتير جدا تعارض فكره انك تكون معاك باسبور تاني او معاك او هاجرت، لكن في الوقت نفسه مجرد ما انت بتخرج وبترجع تكسب احترام مجتمعي بشكل كبير جدا. لو عندي القدره ان انا اجمع بين جنسيتين هجمع بين جنسيتين وهاجي اعيش في مصر عشان ابين للمصريين ان الجنسيه الثانيه هتقدر تخليني بني ادم جوه بلدي اللي انا ما قدرتش اعيش فيها بجنسيتي الاولى. انا ممكن اعيش هنا باسبوري المصري وكان باقامتي الدايمه وما عنديش اي مشكله، بس انا بقيت عايزه اخد الباسبور الكندي عشان اروح بيه مصر. يو نو ايوه، لان انت فعلا في تمييز في مصر، يعني فكره انك يبقى معاكي جنسيه تانية هيديكي حريه انك تتحركي خصوصا كست في حتت كتيره قوي او في اماكن كتيره. لكن هنا بيعمل لك ايه الباسبور؟ ولا حاجه. الباسبور الكندي مهم لما بتروحي بره كندا. لو بكلمه بشكل اكثر يعني واقعيه بالنسبه لموضوع الجواز السفر الاجنبي او الجنسيه الثانيه، يمكن نرجع لتغطيه الميديا لبعض الاحداث الارهابيه اللي حصلت مثلا، او تفجير اتوبيس او تفجير قنبله، وخصوصا في الاماكن السياحيه. بنلاقي انه اول تصريح لوزير الداخليه العربي يقول لك يعني هو مات 80 واحد بس الحمد لله ما فيش اجانب. يعني المساله دي طبعا بتعكس بشكل يعني واضح جدا ومباشر مساله العقليه العنصريه اللي ما زالت سائده في المنطقه. نحن نعلم الان في الايام الاخيره الهجمات التي تعرضت لها عدد من المدن الأوروبية وخاصة في أحداث باريس، أصبح المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي يتعرض إلى مضايقات عنصرية وطائفية. ولا شك أنه حمل جواز سفر العربي أو الإسلامي أول شيء سوف مباشرة ينظرونه نظرة الشك، يعني تيرورست، أنت إرهابي. الدول لا تعترف إلا بالأوراق الحكومية، لا تعترف بأزمة أو أوضاع ضاغطة أو حرب، فأصبح الناس يلجؤون للتزوير مقابل الحصول على أبسط حقوقهم في الحياة. ما عندنا حكومة، ما عندنا بلد مستقر بعد، طلعت جواز مزور، طلعت جواز مزور أخذته 10,000 دينار. هذا الجواز مزور اللي 10,000 دينار يطلع قيمتهن بالدولار
$7 جواز عراقي $7 وانت قيسها يعني حدث ولا حرج. انا لما دخلت على تركيا مثل ما قلت لكم انه انا ما بحق لي اشتغل، ما بحق لي اعمل شيء، ما بحق لي اساوي شيء. يعني كل ما يطلع قرار جديد عن السوريين بيقولوا مثلا لازم انه صار بحق للسوري كذا، يحل السوري كذا، انا بحمل حالي وروح فوت على اي دائره حكوميه وبطلع بلا نتيجه. يعني كان بالنسبه لشغلي يعني كان في كثير صعوبه. عندي مخاوف بخصوص طفلي، أنا خايفة ما أحسن أمن له متطلباته، ما أحسن درسه، ما أحسن علمه. يعني أي حدا فينا بيفكر هذا التفكير وعنده هاي المخاطر. يعني وبالنسبة لحياتنا مثلا كأنه سوريين إحنا وجايين جديد على تركيا، كان في كتير صعوبة إنه نتأقلم مع الوضع ونعيش بالنسبة لكتير شغلات. يعني اول ما جيت جورجيا دي كنت فاكر ان هي بلد يعني حاجه عامله زي اوروبا كده، غنيه وفيها شغل كتير وهشتغل كتير فيها وربنا يكرمني. اللي انا تعبته كله في مصر في كذا سنه، في كذا سنه اللي فاتوا اللي انا تعبتهم وتعبت جدا فيهم، هاجي هنا اعوضه في سنتين ثلاثه واعمل فلوس حلوه. بس لما جيت جورجيا صدمت صدمه كبيره جدا ان هي بلد فقيره وغلبانه جدا، والاقتصاد بتاعها واقع جدا جدا جدا، ولسه طالعه من الاتحاد السوفيتي قريب. جيت اشتغلت فيها وقعدت اكافح فيها ولغايه دلوقتي مكافح فيها. جورجيا كبلد مشكورة، ما عملتنا أي عوائق بالإقامة، ما حرمتنا من موضوع أنه نحن إنسان لا بمارس عملي بدون ما حدا يقول لي شو عم تعمل. وهلأ أنا عم بحكي من هون من محل الحلويات اللي عم بشتغل فيه، عملنا رخصة وعملنا شغل والحمد لله مستورين، يعني عم طالع أكلنا وشربنا ومكتفين الحمد لله برغم صعوبات البلد الاجتماعية والاقتصادية. في أريحية نفسية أكثر، ما زالت فكرة الحصول على جواز بديل موجودة إلى الآن، موجودة لحد هاللحظة، موجودة إنه أحصل على جواز سفر لألي ولزوجتي ولبنتي، ما حدا يقولنا أنت وين رايحين ولا أنت وين جايين ولا معكم مدة معينة لازم تحمل شنطتكم وتطلعوا من هالبلد. في موضوع مهم جدا اللي هو المستثمر، كأني او غيري او غيري او غيري. اني بالعراق اقدر اشغل، اني اقدر اشغل 1000 و2000 و3000 وغيري شغل 1000 و2000 و3000 وغيري مو مستثمر، ابن البلد. اذا اجى فرنسي واستثمر ببلدي راح يصير له اهتمام من حكومه من كل الامور الاداريه والاقتصاديه لهذا المستثمر الاجنبي. السبب لأن دائما الحكومات ما معطية للشعب حقه، ما معطيتهم الكرامة، ما معطيتهم إنهم يطلع ما عنده. أنا بصراحة ما لي علاقة بالسياسة أصلا، أنا رجال بزنس مان، يعني حسب اختصاصي في السياحة والفنادق. القرار كان يستحق ان انا اترك هذا البلد، لانه البلد يعني انا كنت معرض
بنفس الخطر من سبب الابتزازات الموجودة بداخل البلد. يعني أي واحد أي شخصية معروفة بالبلد أو بيزنس مان يلاقي نفسه ممكن بنص عصابة يستغله. هروب أو هجرة رأس المال العربي، يعني خروج الأثرياء العرب من أوطانهم في قيام خلال قيام الثورات الربيع العربي، هذا أمر طبيعي لأنه رأس المال جبان كما يقال، فهو دائما يبحث عن مكان آمن، وهذا ليست بفكرة جديدة، هذه فكرة قديمة. هذا الأمر شاهدناه في لبنان في السبعينات هجرة رجال الأعمال اللبنانيين، شاهدناه في بداية التسعينات هجرة رجال الأعمال العراقيين، وهذا الأمر ما نشاهده في هجرة رجال أعمال المصريين والسوريين. لو بصينا بقى لتحولات المهاجرين، ودي مكون رئيسي من اقتصادات دول كتيرة، يعني لو بصينا بشكل أرقام هنلاقي أنه في بلدين في العالم العربي بيعدوا من العشر دول الأولى استقبالاً لتحولات المهاجرين. يعني مصر وصلت تحولات المهاجرين لحوالي 20 مليار دولار، وفي المغرب وصلت حوالي 8 مليار دولار، يعني بتكلم عن مبلغ ضخم بالنسبة لاقتصاديات البلد. لو فقدنا العلاقة بيننا وبين أبنائنا في الخارج، فقدنا جزء مهم جدا من موارد التنمية، تحولات المهاجرين والخبرات والكفاءات بتاعتهم، وحتى أنهم يرجعوا يصيفوا عندنا، دي برضو معناها ضخ موارد مالية للبلد. أنا من ساعة ما سافرت وجيت جورجيا ديت، صحابي كتير وأهلي وإخواتي وقرايبي كتير قوي بيكلموني. في ناس كتير قوي تقول لي البلد عاملة إيه وإحنا عايزين نيجي، وفي ناس تاني كتير قوي يقول لك لا مصر كويسة وكمان سنتين ثلاثة هتتعدل. وبعد كده أجي أبص على التلفزيون ألاقي الدنيا خربانة، وأجي أكلم ناس صحابي يقولوا لي حلوة، وأكلم ناس صحابي تاني يقولوا لي عايزين نسافر زينا من البلد. مش عارف أصدق مين وأجدد مين، إن البلد حلوة كويسة وأمان، ولا نصدق التلفزيون والإعلام. للأسف الإعلام بيلعب دور سيء جدا، لأنه بيروج دايما لنماذج الفساد، ونماذج أنه ما فيش أمل، ونماذج أنه يعني البلاد العربية مش هيحصل لها صحوة بعد اللي حصل خلال الأربع أو الخمس سنين اللي فاتت. أولا وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو والتواصل الإلكتروني هي أصبحت الآن الواقع، يعني حتى الآن نتحدث عن real life، فأصبحت هي الحياة الواقعية يعني، فبالتالي هي تعكس لا شك إحباط الشباب العربي في رغبته في الهجرة والسفر والبحث عن جنسية دولة أخرى أو جواز سفر بديل. دلوقتي الموضوع أصبح تشجيع على الهجرة، يعني لو حضرتك دخلتي على الجروبس اللي اتعملت خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتت بتلاقي لا ده في تحريض علني على الهجرة، تحريض علني على أنه الناس تسيب بلدها، يعني نشر نوع من الإحباط رهيب بين الشباب، نوع من فقدان الأمل، أنه يلا اللي عاوز يهاجر كأنه الموضوع يعني يلا نطلع رحلة. وده يمكن بسبب أنه الشباب فعلا أصبح يعني بين فكاي راحة، مش يعني مش عارف يشتغل ومش عارف كمان يهاجر، فلما يلاقي وسيلة من وسائل انه ازاي يهاجر، فبدات الناس تعرف، لدرجه انه بتوقع انه ده هيزود حتى الهجره غير الشرعيه نفسها. الموضوع تقريبا دلوقتي بقى هاجس بالنسبه لكل الشباب اللي موجوده. قبل كده كان موضوع السفر كان موضوع متعب شويه، انما دلوقتي الناس بتبقى فرحانه جدا انها مسافر، بيتصوروا سيلفي قبل ما يطلعوا الطياره ويشيروه على الفيسبوك ويمنشنوا اصحابهم ويكتبوا عقبالكم. كل وطن بيجحد ولاده حقوقهم مش هيلاقيهم للأسف، لأن في ناس تانية عايزاهم، وهي مسألة للأسف بقت مسألة عرض وطلب للأسف، والطلب هنا كتير والعرض عندنا كتير، العرض في ديكتاتوريات العالم كتير. أحب وطني وأموت لأجل وطني، بس ما أموت لأجل حكومة. فكرة الانتماء إلى الوطن لا تتحكم فيها الحكومات العربية، يتحكم فيها الشعوب العربية، يتحكم فيها الإنسان العربي. أي نعم الحكومات العربية بمجملها تسعى إلى أن يصل الإنسان العربي لهذه المرحلة من اليأس بأن يقطع الصلة مع وطنه الأم، وهذا أمر كارثي بطبيعة الحال، هذا غير مبرر تحت أي ظرف كان. أي شخص طموح هو بيبقى كان ناجح أوريدي في بلده، مش فاشل وجاي ينجح هنا.
وبنبقى بنينا كارير اوريدي في بلادنا. قبل ما ماجي كنت نشرت ديواني الاولاني، بس انت بتضطري تهاجري وتخرجي علشان خاطر انت عايزه حياه افضل، عايزه امان، عايزه ولادك يتعلموا احسن. الاوطان العربيه بقت بتطرد ولادها علشان هي مش قادره توفر لهم ده. انا اعتقد الناس دي بتحب بلدها اكتر بكتير من مجموعات تانية، لكن مساله يعني خلاص، يعني انا زهقت، يعني انا نفسي اعيش في بلدي، نفسي بلدي تبقى نظيفه وحلوه والخدمات متوفره والناس بتتعامل بلطف مع بعض. فالمساله دي يمكن بتبقى انعكاس للرغبه في العيش في حياه افضل. الحمد لله بنتي عم تكبر، ولما عم تكبر الولد بلش بيكبر عم بيحكي لغة بالبيت غير اللغة اللي بيسمعها بالشارع، فرح يدرك انه في شيء بترتيب الحياة مو غير مستقيم. قد ما عاشت برا ودرست وحملت جنسية وممكن بالأيام تتزوج من غير بلدها، ممكن مثلا غير سوري، بضل ينزرع فيها انه هي إنسانة سورية عربية، يجي يوم وبترجع. وإن شاء الله أنا هلا لحد الآن ما زال معي موجود مفتاح البيت، مفتاح بيتي بسوريا، مفتاح بيت أهلي. ما في حدا فينا ما بيفكر إنه يرجع على سوريا، وما في حدا فينا ما بيتأمل ترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن. أنا عندي فكرة إني أرجع على سوريا، بس يعني مو بهالوقت هذا أبداً، يعني ولا بالمستقبل القريب، يعني ممكن المستقبل البعيد إيه أوكي إني أرجع على سوريا. أنا كيف بدي أوصف لابني الأحداث اللي عشناها؟ يعني أنا من فترة قصيرة يعني كنت عم بحاكي زوجتي بهذا الخصوص هذا، يعني أنه بكرة بس يكبر ابني شو بدي أقول له، يعني شو بدي أقول له، شو صار معنا؟ يعني نحن خلاص بدنا نطلع على مثلا على أوروبا وناخد الإقامة والجنسية، والجنسية السورية خلاص ما عاد بدنا إياها. منا جاي لكم الاسبوع ده ولا مش جاي؟ كان بيكلمني، كنا بنتكلم انا وخالو طارق الاسبوع اللي فات، وقال لي انا احتمال اروح الساحل عند ماما يوم الاثنين الجاي. انا لما الناس بتسالني مصر وحشاكي، بقول لهم انا احب ابقى دقيقه، المعادي وحشاني، الساحل وحشني، القاهره الاسلاميه وحشاني، اهلي واصحابي، ولو اعرف اطلع اهلي واصحابي اكيد هعرف اتخلى عن الساحل والمعادي والقاهره الاسلاميه. شلونكم اخباركم؟ اهلا وهلا واهلا وبيك، الحمد لله. انت شلونك؟ والله ماشي الحال الحمد لله. بعد شو اخبار العيال؟ مروان وين؟ والله هو كان حلم يعني، بس لحد الان ما خلص الحلم. يعني عندي تطلعات انه يكمل الحلم، انه اني اجمع عائلتي هنا ويعيشون كلهم مرتاحين، والحلم الثاني انه بلدي يرجع مثل ما كان. الو الو، ايوه يا دودو، ازيك؟ انا كويسه الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا في ناس كتير قوي بتقول لي احنا هنرجع مصر، وانا بقول له كون مطرح ما بيرتاح قلبك، بس في نفس الوقت زي ما كنت بقول انا ما برقص على السلم، انا فاهمه ان انا كنديه من اصل مصري، انا فاهمه ان انا البت سماح، ده مش هيتغير. مساله الانتماء موجوده في العقل الباطن، لكن هي اصبحت سيمبوليك او اصبحت مساله رمزيه. الوطن محدش في العالم
يقدر ينتزعه منك. أما الجنسية هي مجرد ورقة. الجنسية الأم مشكلة يعني بالدم. أنا من تركت بلدي وتركت وطني وقررت أن أختار بلد وجنسية لنمبر 1 هو البحث عن الإنسانية. في حكمة بتقول لك ليس اليتيم من فقد الأبوين، اليتيم من لا يحضنه وطن. بيضل الوطن جواتك، وقد ما تنعمت في دول بالخارج بتحن له، بتحس حالك يتيم بدونه. يعني صفي الواحد بلا وطن يعني بلا كرامة. الوطن هو يمثل الأمن والأمان والميلاد والنشأة والطموح، والوطن هو المستقبل بطبيعة الحال. لا وطن ولا مستقبل بدون وطن، ولا وطن بدون مستقبل. Thank you.